بسبب صلصة برجر، شجار ينتهي بمقتل مراهقة طعنا في أمريكا. مراهقتان أمريكيتان طلبتا وجبة برجر من مطعم شهير بواشنطن، لكن بعد توجههما إلى السيارة اندلع شجار عنيف بينهما حول الصلصة، فطعنت إحداهما الأخرى عدة طعنات في صدرها وبطنها. نعيمة ليجون، الفتاة التي تعرضت للطعن لم يتجاوز عمرها 16 عاماً، تم نقلها إلى المستشفى وفق تقرير الشرطة، لكنها توفيت متأثرة بجراحها. تقول الشرطة إن المشتبه بها تم القبض عليها وبحوزتها سكين طولها 18 سنتيمتراً، لكن الفتاة قالت إنها كانت تدافع عن نفسها ولم تقتل عمداً، بينما أمرت المحكمة باحتجازها بعدما وجهت لها تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.